السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله في الحلقة دي هنشرح الوش برايمر. الوش برايمر إيه هو؟ الوش برايمر ده اللي بيتحط على الصاج والعربيات، وإيه أهميته، وإيه البديل بتاعه، وإمتى أستخدمه وإمتى ما أستخدموش، عشان ليه مخاطر على فكرة لو استخدمناه خطأ. نعتمد على بركة الله. الوش برايمر، الوش برايمر ده رجالة بيكون موجود في الورش، في مراكز الخدمة، مادة من أقوى المواد للصاج، لأنه هو بيش مش مجرد حاجة بتترش على الصاج بس، لأ ده حاجة بتخترق المسام بتاعت الصاج وبيتفاعل مع الصاج، بيحمي الصاج بطريقة قوية جدا. حتى هو المادة دي نفسها لو جبتوها هتلاقوا العلب المصلب بتاعتها بتتعبق في عبوات بلاستيك، لأن لو عبوها في عبوات معدن هتبدأ إن هي تتفاعل مع المعدن ده، ممكن يحصل يعني أضرار أو حاجة أو تلف للمنتج أو القصة دي. فهو مادة قوية جدا للصاج. طيب هي ليه المادة دي أصلا؟ المادة دي علشان خاطر تعادل المادة اللي العربية أصلا مرشوشة بيها في المصنع. إزاي؟ العربية في المصنع لما كانت صاج على اللحم كده هون، أول حاجة خدتها الوش برايمر، لا بس خدت حاجة زي الوش برايمر اللي هي الاي دي، مادة الإلبو، اللي هو شوف لو دخلتوا المصانع، في المصانع في احواض زي حمامات السباحه، العربيه وهي بتتصنع لسه لحم كده هو لسه صاج صريح، بتنزل احواض تطهير واحواض فوسفاتيه وكلام من ده، بتبدا بعد كده تنزل في احواض الالبو او الاي دي، نظام الترصيب الكهربي وبيتقال عليه الكتريك ديبوزيشن. العربيه بالكامل بتاخد غطس وبتقعد بتتقلب بطريقه معينه وبتقعد فتره معينه علشان خاطر الماده دي توصل لاي مسام للصاج. تمام يا رجاله؟ الماده اللي اسمها الالبو او الاي دي اقوى ماده على العربيه، اقوى من الورنش واقوى من اي حاجه، هي دي اللي بتحافظ على المعدن الاساسي للعربيه فعلا، لان احنا عارفين الغرض الرئيسي من دهان السيارات الحفاظ على المعدن الاساسي اللي هو الصاج. فاقوى ماده هي الماده دي. بعد كده هو بيترش بقى فوق منها برايمر نوع تاني، لكن رش مش غطس زي العربيه. العربيه بتغطس في الحوض ده بتطلع ما بتكونش محتاجه صنفره ولا اي حاجه، بيرش فوق منها برايمر وبعد كده اللون سواء احمر ازرق اخضر بني، وبعد كده هو الورنيش او حتى لو هيرشوا لون ساده. طيب احنا عندنا بقى في مراكز الخدمه او في الورش عايزين، جالنا دلوقتي عربيه صاج على اللحم، او جبنا قطعه غيار باب او رفرف او كبوت صاج صريح، نعمل معاه ايه؟ عايزين ننزل ماده الاي دي اللي اتنزلت على العربيه في المصنع، نعمل ايه؟ البديل بتاع الاي دي بقى هو الوش برايمر دول، اقوى ماده على العربيه، بينزل بالفعل بيتفاعل مع الصاج، بيقدر يخترق مسام الصاج، بيحافظ على الصاج فعلا، واقوى ماده. بعد كده هو لو بننزل بقى بالبرايمر، برايمر نوع تاني برضك، الوش برايمر ما بتصنفرش، بتنزل انت بيه وش او وشين حسب النشره الفنيه، وبعد كده لو تنزل بالبرايمر التاني اللي هو الويت ان ويت، وبعد كده اللون، وبعد كده الورنيش. لكن تنتبه الوش برايمر ما ينفعش اللي انت تمعجن عليه معجون، ما ينفعش ان يتطبق عليه معجون حتى لو نشف او تصنفر او كلام من ده، لان نوع المصلب بتاعه يختلف عن نوع المعجون، مع الوقت ممكن يحصل تضارب او طقطقه في المعجون او مشكله، وترجع برضك للدعم الفني بتاع المنتج اللي انت شغال فيه تتاكد من حاجه زي كده اهو، ولكن هو ده المتعارف عليه. طيب ممكن حد يقول لنا طيب انتبه بقى للنقطة دي كويس، طب انت عاوز تمعجن تعمل ايه؟ المعجون بتاعك ممكن تنزل بيه على الصاج الصريح، تصنفر الصاج وتنزل بالمعجون. المعجون ليه صلاحية ان هو ينزل على المعجون، من اقوى المواد برضك للصاج، وممكن تنزل بيه الايبوكسي، ولكن الايبوكسي برضه من اقوى المواد حماية للصاج، ولكن ما بيتفاعلش مع الصاج وبيتغلل جوه السكراتش والخربشة اللي انت عملتها نتيجه الصنفره زي الوش برايمر، لكن الايبوكسي قوي جدا بردك تنزل بيه على الصاج ما تخافش منه، ولكن الوش برايمر بيتميز اكتر من الايبوكسي في الحته دي، ان هو بيقدر يخترق مسام الصاج ويتفاعل مع الصاج. لكن حد يقول لنا طب انا عايز امعجن لكن عايز انزل بالوش برايمر الاول، في الحاله دي تنزل بالوش برايمر وبعد كده ايبوكسي وتخشن الايبوكسي بعد كده تنزل بالمعجون. يعني ميزه الايبوكسي في الحته دي بيتميز على الوش برايمر ان هو بيقبل فوق منه المعجون، وتبدا اللي انت
تمعجن عليه. فهو ده الرجاله يعني، الحمد لله يا رب يكون قدمنا معلومه بسيطه كان عن الوش برايمر. اي استفسار، اي سؤال حوالين اي حاجه انواع البرايمرات، ان شاء الله سيبها في التعليقات وان شاء الله هنجاوب على حضرتك. يعني الحمد لله كده احنا قلنا اغلب المعلومات، ايه هو مميزاته وعيوبه. يعني هو ممكن يكون العيب اللي فيه، ولكن انت ممكن تعوضه ان هو ما بيقبلش المعجون عليه. لكن هل هو ضروري ينفع حاجه تقوم مكانه؟ الايبوكس طبعا يقوم مكانه. طب هل الفيلر يقوم مكانه؟ لا، الفيلر ما يقومش مكانه. الفيلر مش للصاج، اللي للصاج المعجون او الايبوكسي او الوش برايمر. لكن في اضعف الاحتمالات لو ما فيش، بتضطر ان انت تنزل فيلر او حاجه. ولكن الايبوكسي والحاجات دي متوفره في السوق، يعني ممكن اللي يكون في الغالب شويه انك تعصر عليه الوش برايمر او حاجه. لكن يعني ان شاء الله تتواصل معانا بامر الله، هنوفر لحضرتك وندل على حضرتك على الاماكن. احنا مجرد بنعرض معلومات، ما تنسوناش في الدعاء، وما تنسوش كل الناس المجتهده على القناه، وتدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.